بدهم اكثر من هيك اليهود؟ يعني ايش بدهم؟ ايش بدهم يعني؟ ضايلوا مع حدا؟ حسبي الله عليهم اليهود والعرب مع بعض. اخذوا ابويا واخويا وعمي ولاد عمي، ايش ضايلهم؟ والله ما ضل حدا، والله. شو اسمك يا عمك؟ مرام. ايش اسم اخوك اللي استشهد؟ احمد. قديش عمره؟ 24. ايش اول حاجه شفتيها لما اجيتي هنا؟ شفت الاجلاء والدم كله على الارض، ومش لاقين ينقلوا مصابين وجرحى وجودة. والله المنظر يعني كان مرعب، بخوف كثير. يعني انا واحد وانا واحد مقطع، ولا واحد متعرف على الثاني. من بينهم طلت ابويا وعمي واخويا قطعوا له رجليه، ولاد خالي كله من عرقه، واحد منهم استشهد. مش ضايلهم اشي، ايش ضايلهم فين عارف؟ كلهم اخذوا منا كل اشي، مش ضايل حدا، ما فيش حدا الا سند هالقيته، كلهم راحوا ولا حدا لنا سند النا. يا رب تنتقم من اليهود، يا رب حسبي الله فيهم، يا رب. ما كنا قاعدين في امان، ايش بدهم فينا؟ كانت كل العالم يعني كل المدرسه قاعده في امان، ولا واحد كان متوقع انه يصير الاشي هذا. كله صار بثانيه. ما لقينا كلهم عندنا على الباب، اللي تصفى دمه عند باب الصف تبعنا، واللي دخلوهم عندنا كلهم جالحين طلعوا بطولهم ولا اشي معهم، حتى طلعوا عريانين. مش فيش اشي عليهم، فيش اشي على جسمهم، محروق كل واحد هيك وجهه.